في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم المساندة الكاملة للمتاجر المتضررة من جراء الأعمال التخريبية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، أعلن السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرف التجارية بكل محافظة، حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقا لكل حالة ونسبة التضرر. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار التخفيف عن كاهل التجار خاصة صغار التجار، مشيدا بالموقف الإيجابي للاتحاد في مساندة أعضائه خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأشار عبد النور إلى أن المساندة ستقدم لكافة المنشآت التجارية المتضررة دون التفرقة، وستكون هناك عدالة في التوزيع دون النظر إلى أي انتماءات سياسية أو توجهات فكرية، لافتا إلى أن الاتحاد قد قام بدور كبير في توصيل الحقائق إلى الرأي العام، وذلك من خلال الاتصال بأكثر من 30,000 غرفة تجارية في مختلف دول العالم لتوضيح موقف الأحداث في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة السيد أحمد الوكيل، حيث تناول اللقاء أيضا بحث دور الاتحاد في تنمية وتطوير التجارة الداخلية. وأضاف عبد النور أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث الغرف التجارية لتلعب دورا أساسيا في تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية. ومن جانبه أكد السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تقديم المساندة للمتاجر المتضررة هو حق أصيل لكافة أعضاء الغرف للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم في رفع جزء من الضرر الذي واجهوه خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الاتحاد سبق وقد قام بغرفه المختلفة بتقديم مساندة للغرف خلال ظروف مشابهة لما يحدث حاليا. النهاردة التقينا كمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية بمعالي وزير التجارة والصناعة وزملائي أعضاء المجلس الحي، نقلوا إليه نبض الأصوات ونبض منتسبي غرفهم خلال الفترة الماضية، وهو مشكورا تم التوافق والاتفاق على أن تقوم الغرف بمساندة صغار المتضررين من الإرهاب خلال الفترة الماضية، وأيضا تم التوجيه والتفكير على عمل مزيد من الدراسات على كيفية أن تقوم الغرف بدورها في تأهيل الشباب خلال الفترة القادمة وخلق فرص عمل كريمة ليهم. وتم أيضا الاتفاق إن شاء الله أن يكون هناك اجتماعات دورية خلال المرحلة القادمة بين المعالي وبين اتحاد الغرف التجارية، ومعالي وعد بزيارة الغرف في المحافظات لدفع الناس أن تعودوا أن يعودوا إلى دوران عجلة الإنتاج والانتقال من الميادين العامة إلى ميادين العمل إن شاء الله.